الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم معرفة يقدم في حقل نظريات التنمية. العنوان الفرعي: فجوة الفقر وقياسها، Measuring Poverty Gap، كرامة الإنسان على المحك. ربما هذا عنوان سافر لهذه الصورة التي تدل على حياة بائسة للبشر. مجموعة من الأطفال الأفارقة يتجمعون حول حفرة ماء وربما تكون آسنة. لاحظوا الطين ولون الماء. يجمعون الماء إما للشرب، يصفوه بطريقة معينة، أو للغسيل والطبيخ، أو أنهم يلعبون به. يعرف الفقر المطلق absolute poverty بأنه حالة الفرد التي لا يكون فيها قادرا على توفير الموارد التي يحتاجها كي يشبع حاجاته الأساسية. ويعرف مدى الفقر المطلق extent of absolute poverty بأنه عدد الأفراد الذين لا يملكون موارد كافية تساعدهم في سد وإشباع حاجاتهم الأساسية basic needs، كالطعام المغذي بحده الأدنى والماء النقي والملبس والمأوى بالحد الأدنى. يحسب عدد الذين يخضعون إلى تعريف الفقر المطلق أعلاه بأنه مجموع الأفراد الذين يعيشون تحت حد أدنى معين، دعنا نسميه Y sub P، من الدخل الحقيقي Income، وهو ما يعرف بخط الفقر Poverty Line المعترف به رسميا إما من مؤسسات دولية كالـ UNDP أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو من حكومة الدولة والمجتمع الذي نتحدث عنه، وهو YP. هذا مستقل عن مستوى حصة الفرد من الدخل الوطني. تعرف فجوة الفقر Poverty Gap بأنها مجموع الفروقات بين دخل الأفراد الذين هنا، يعني الدخل الفرد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا حتى ننتهي بآخر واحد منهم ترتيبه H، ربما يكون بمئات الملايين كما في الهند، ربما يكون بعشرات الملايين كما في مصر وبعض الدول الأفريقية، وربما يكون بمئات الآلاف. هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر وخط الفقر المحدد رسميا المعترف به رسميا. يأخذ حساب فجوة الفقر تغير الأسعار بعين الاعتبار. يقيس اقتصادي التنمية الفقر المطلق بحساب كلفة سلة متوازنة من الغذاء. هذه السلة من الغذاء تزود الفرد بما يحتاجه من سعرات حرارية يوميا كي يقوم بوظائفه الحيوية، يعمل ويقتات ويذهب ويأتي وهكذا. إضافة إلى هذه السلة لابد أن نتحدث عن، يعني إضافة إلى الحد الأدنى من كلفة الملبس والمأوى. الملبس والمأوى باعتباره حاجات أساسية للإنسان. هناك بعض الدراسات التي تقدر كلفة الحد الأدنى بدولار إلى دولارين بأسعار التعادل للقوة الشرائية Purchasing Power Parity PPP، أي بمعنى آخر لنفترض أننا نتحدث عن الأردن، الدينار الأردني سعر الصرف هو 0.71، بمعنى آخر أنه الدينار تقريبا سعر صرفه يساوي الدولارين، الدينار يساوي دولار وأربعين سنت، عفوا دولار وأربعين سنت. هذه الدولار وأربعين سنت لها قوة شرائية في الأردن تختلف عن الدولار وأربعين سنت التي لها قوة شرائية أخرى في الولايات المتحدة أو في الصين أو في اليابان. فقدروها علماء، الآن علماء التنمية قدروا بأن هناك الحد الأدنى بدولار أو دولارين في كثير من الدول. يلجأ اقتصادي التنمية إلى ما يسمى مؤشر الفقر Poverty Index أو PI، ويوظفوه في التعرف على عمق الفقر ومداه في مجتمع ما. هناك عدة مؤشرات توظف في قياس الفقر المطلق، منها بسيط الحساب والتفسير ومنها ما هو معقد إلى حد ما. المؤشر البسيط PI للفقر المطلق يعرض كما يلي: PI Poverty Index يساوي H مقسم على N ويساوي عدد المحسوبين من الفقراء. يعني عندي عدد population نفرض مليون شخص، فكم هو عدد الفقراء منهم؟ نفرض 100,000، معنى ذلك 100,000 مقسم على مليون ويساوي عشر السكان بالحالة هاي. إذن العشر بكون الـ Poverty Index.
تعرف الفجوة الكلية للفقر Total Poverty Gap TPG بواسطة حجم المجتمع الفرعي أي مجموع الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتحسب على أنها مجموع الدخل الضروري لرفع كل فرد من حالة الفقر المطلق إلى خط الفقر المطلق بالضبط، تعرف رياضياتيا كما يأتي. هذا TPG Total Poverty Gap تساوي حاصل مجموع الفرق بين خط الفقر ودخل الفرد الفقير الذي يعيش تحت خط الفقر. إذن الآن هذا هو الفرق بين دخل الفرد الفقير وخط الفقر. لا يحسب طبعا في هذه الصيغة إلا الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ويصاب به. يمكن حساب متوسط فجوة الفقر Average Poverty Gap APG ثم معايرتها أو Normalization كما يأتي. أولا تقسم الفجوة الكلية للفقر على عدد السكان للحصول على Average Poverty Gap. هذا الآن APG اللي هو متوسط فجوة الفقر تساوي الفجوة الكلية Total Poverty Gap الفجوة الكلية للفقر مقسم على عدد السكان. ثانيا يقسم معدل فجوة الفقر، هذا معدل فجوة الفقر، على القيمة المحددة لخط الفقر Y sub B للحصول على الفجوة المعيارية للفقر أو ما يسمى Normalized Poverty Gap NPG كما يأتي. NPG Normalized Poverty Gap تساوي متوسط فجوة الفقر مقسم على قيمة خط الفقر، أي متوسط فجوة الفقر وهذا خط الفقر أو قيمته. طبعا التمثيل البياني الآن على المحور الأفقي النسبة المئوية من السكان، وهنا الآن الدخل السنوي. هذا الآن هو خط الفقر Y sub B، وهذا الآن توزيع السكان 1% 2% وهكذا حتى ننتهي 100%، والدخل السنوي لكل مجموعة منهم. ما يعني الآن الدخل السنوي الفرق بين هاي الآن نسبة عدد السكان هنا التي أتت إما على خط الفقر والنقطة هذه وما دون ذلك إلى اليسار بيكون تحت خط الفقر. فلنفترض أننا نتحدث الآن عن 20%، معنى ذلك بأن 20% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. والآن فجوة الفقر هي الفرق بين هذا الخط والخط المستقيم المنبثق من نقطة الأصل هنا. أوكي. الآن نأخذ شكل آخر لأنه هنا خط مستقيم يدل على التوزيع، لكن في معظم الحالات التوزيع بيكون في تفاوت كثير، وبالتالي هنا نسبة من السكان نسبة السكان بالمئة يعني من 0 إلى 100%، وعلى المحور العمودي الشيء نفسه الدخل السنوي، خط الفقر بيكون عند هالمستوى هذا اللي هو خط الفقر، لكن توزيع الآن الدخل السنوي على السكان هو منحرف، وبالتالي الآن إذا أخذنا 20% من السكان هنا بكون فجوة الفقر هذه، وربما هذه المساحة وإن كان عدد السكان هنا كنسبة مساوية لعدد السكان هنا كنسبة، لكن مساحة هذه اللي تحت المنحنى بين 0 و20% بتكون أعلى من هذه المساحة، وبالتالي هنا فجوة الفقر قد تكون أعلى. مؤشرات أخرى بالحقيقة، هناك مؤشر يسمى متوسط عجز الدخل Average Income Shortfall AIS ويعرف رياضياتيا كما يأتي. AIS Average Income Shortfall يساوي Total Poverty Gap المجموع الكلي لفجوة الفقر مقسم على عدد الأشخاص الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر، ويساوي متوسط المبلغ، هذا متوسط المبلغ الأقل من الدخل عن خط الفقر، متوسط المبلغ الأقل من الدخل عن خط الفقر. الصيغة المعايرة للـ AIS اللي هو Average Income Shortfall متوسط عجز الدخل، الصيغة المعايرة بمعنى آخر يعني كأنما نوحدها برقم لازم يكون 1 صحيح أو أقل. هنا الـ Normalized Income Normalized Income نعم هنا يساوي الـ Average
الأفريج إنكم شورت فول مقسم على خط الفقر. وهناك مؤشر طبعا معروف لدينا، مؤشر جيني، جيني كوفيشنت، الذي يقيس نسب السكان وحصول كل نسبة على نسبة من الدخل، ومعامل التغير كوفيشنت فاريشن، وقد شرحتهما في مقطعين منفصلين، هذا تحت اقتصادية التنمية، وشرحت هذا المقطع تحت عنوان الإحصاء، الإحصاء الوصفي. الآن مؤشر فوستر غريغ ثوربيك، يعد مؤشر بي سب ألفا أو مؤشر فوستر غريغ ثوربيك، فوستر غريغ 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 عفوا غريت غريغري، أنا هنا خطأ طباعي بعتذر عنه، ثوربيك، من أهم المؤشرات المستخدمة في حساب الفقر وعمقه، وهو ذات المؤشر الذي يستخدمه البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP United Nations Development Program، ويحسب كما يأتي. بي سب ألفا اللي هو مؤشر ألفا يساوي 1 على N، هون حجم السكان، في حاصل جمع الفرق بين قيمة خط الفقر ودخل كل فرد من الفقراء مقسم على قيمة خط الفقر، الكل القوة ألفا، الكل القوة ألفا. ألفا قد تأخذ قيمة 0, 1, 2, 3، لكن أفضل قيمة الآن هذا، كلما ارتفعت قيمة المؤشر هنا يزداد الفقر اتساعا، كلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر كله يزداد الفقر اتساعا. قد تأخذ كما ذكرت ألفا قيمة موجبة مختلفة أقلها 0، لكن قيمة ألفا تساوي 2 تعطي أفضل قيمة مقبولة من الناحية الفنية لمؤشر الفقر وعمقه. لنفترض كمثال بأن باحثا ما يدرس مجتمعا إحصائيا حجمه أن يساوي 10، أرجو الانتباه إلى هذا المثال لأنني سأضرب مثالا آخرا للمقارنة. الآن مجتمع إحصائي حجمه أن يساوي 10 مع الدخل الافتراضي لكل واحد منهم على النحو الآتي، الدخل الافتراضي 2, 2, 5, 7, 10، الآن هو الحد الفاصل 15, 20, 30, 35, 40. الآن لماذا قلت عن هذا الخط الفاصل، الحد الفاصل اللي هو قيمة خط الفقر، بمعنى آخر هذا العشرة هو قيمة خط الفقر المعترف به من قبل إما المؤسسات الدولية أو حكومة الدولة أو المجتمع الذي نتحدث عنه. ما يعني بأن عدد الأفراد المعنيين بقياس مؤشر P ألفا هو 4، هم الأشخاص الذين يعيشون أو يقعون تحت الدخل، كل واحد منهم يعيش يقع تحت خط الفقر، 7, 5, 2, 2, 4 أشخاص، وبالتالي تكون قيمة المؤشر كما يأتي. اعتذر أخطاء طبيعية. P sub 2 لأن اخترنا 2 إحنا تساوي 1/10 حجم السكان الآن، مضروب الكل، هلا مضروب في الكل، حاصل جمع زي ما ذكرنا هو الفرق بين الآن قيمة خط الفقر ودخل كل فرد من الفقراء الأربعة نتحدث عنهم هنا مقسم على خط الفقر، قيمة خط الفقر. وبالتالي الآن 2 هذه الآن 10 ناقص 2، هذه الآن 10 وهذه 2 بالنسبة لنا. الشخص الثاني كمان دخله 2، إذا 10 ناقص 2، بس الكل تربيح هنا والكل تربيح هنا. الشخص الثالث دخله 5، إذا 10 ناقص 5 مقسم على 10 كل تربيح هنا، مقسم على 10 كل تربيح، مقسم على 10 كل تربيح، وهكذا حتى ننتهي من الشخص الرابع اللي دخله 7، فبكون 10 مطروح منها 7 على مقسم على 10 يساوي الكل تربيع. طبعا الجواب النهائي بكون -0.16%، بكون -0.16%. الان لو هذا طبعا هو الفرق طبعا للجميع، لكن ضربنا مثال على هذا، الفرق بين دخل الفرد وخط الفقر، هذا القيمه اللي هو دخل الفرد وخط الفقر مقسم طبعا على عدد الافراد، مجموع الدخل الذي نحتاجه لنقل كل فرد على خط الفقر، يعني إلى أرفع كل أفراد إلى خط الفقر، أخذ الفرق طبعا هنا 8 وهنا 8 وهنا 5 وهنا 3، إذا 8 + 8 + 5 + 3 يساوي 24 وحدة دخل حتى ننقل كل الفقراء إلى خط الفقر اللي هو 10 بالحالة هاي. نستكمل مثال آخر للمقارنة. لنفترض بأن باحثا يدرس مجتمعا إحصائيا حجمه يساوي 10 كما في المثال السابق، مع الدخل الافتراضي لكل واحد منهم على النحو الآتي. الآن افترضنا بأن الدخل الافتراضي هو 5 7 9 9
الآن 10 هو الواي بي، بعدين ارتفع الدخل إلى 25 60 80 50 100. قيمة خط الفقر بقينا عليها واي سب بي تساوي 10، ما يعني بأن عدد الأفراد المعنيين بقياس مؤشر بي سب ألفا بقي 4، 4 أشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر، لكن النتيجة تبين بأن قيمة المؤشر تنخفض بسبب قرب. الآن قيمة المؤشر الذي سنحسبه بعد قليل ستنخفض بسبب ماذا؟ بسبب اقتراب الخمسة من العشرة، 7 قريبة من 10، 9 قريبة جدا من 10، 9 قريبة جدا من 10، مقارنة بهذه بعيدة عن 10، هذه بعيدة عن 10، وهذه قريبة نسبيا وهذه أقرب من الخمسة وهكذا. وبالتالي تكون قيمة المؤشر كما يأتي، كما يأتي P sub 2 اللي هي P ألفا، طبعا ألفا تساوي ألفا تساوي 2 بالحالة هاي، تساوي 1 على 10 عدد السكان هنا مضروب بحاصل الفرق بين خط الفقر وقيمة دخل كل واحد منهم قسم عدد السكان، ويساوي بالحالة هاي هذه القيمة كولاتها 0.036، أقل من عشر، أقل من عشر. إذا ما قارناها الآن، الفقر في هذا المجتمع أقل عمقا من هذا المجتمع، الفقر في هذا المجتمع أقل عمقا، معناها هذا الشيء يعني في رفاه أكثر وفقر أقل من هذا المجتمع. مجموع الدخل الذي نحتاجه لنقل كل فرد على خط الفقر هو 5، الفرق هنا 5، هنا الفرق 3، هنا الفرق 1، هنا الفرق 1، وبالتالي بيكون المجموع يساوي 10. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة باللغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.